انطلاقة أمامية ومحاولة في الطرف الأيمن، هنا الكرة اللي موجودة، خالد عوض يحط الكرة على الطرف اليمين، محاولة عن طريق إيشو، حطها مرة تانية لخالد عوض، لعب العرضية والهدف الأول، والهدف الأول لمنتخبنا الوطني. يوسف حسن هو اللي يسجل الهدف الأول لمصلحة منتخبنا الوطني، 1-0 لا شيء المنتخب الموريتاني. برافو الهجمة اللي فاتت وبرافو الكرة الجميلة، ويوسف حسن مهاجم منتخب مصر للشباب هو اللي يسجل الهدف الأول لمصلحة حتى المنتخب المصري. 1-0 يوسف حسن هو اللي يخطف الهدف الاول، وادي الكرة اللي بيسجلها بطريقة رائعة جدا. يا سلام يا سلام، اهو لاعب نادي المقاولون العرب، وادي اللمسة وصلت في اليمين، وادي العرضية، وادي هنا يوسف حسن هو اللي يسجل الهدف الاول لمصلحة منتخبنا الوطني. 1-0 مهاجم المقاولون العرب هو اللي بيسجل الهدف الاول يوسف حسن. 1 منتخب يستضيف المنتخب الاماراتي في محاولة من المنتخب الاماراتي ان هو يخطف الورقة الثانية لهذه المجموعة، ولمسة في اليمين، بلال مظهر عدى عدى كويس، يا ولد 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 يا ولد، مرور روعة من بلال مظهر اللي عدى وحط جسمه بمرونة وبإرياحية عالية ولعرضية متقنة عند يوسف حسن اللي يسجل الهدف الثاني لمصلحة منتخبنا القومي. 2-0 لا شيء موريتانيا. بلال مظهر هو اللي بدأ الهجمة وحط جسمه بالرغم من الفارق الجسماني الكبير بينه وبين سعيد أميجن، ولعب العرضية عند يوسف حسن اللي يسجل الهدف الثاني لكل إرياحية. 2-0 لا شيء موريتانيا. برافو برافو يا يوسف يا حسن، وقبليها برافو يا بلال يا مظهر، شوف هنا بلال، شوف هنا بلال عدى، يا ولد يا ولد، حطه في ظهره كده، باع مدافع منتخب النيجر كده وحطه في ظهره، شوف الكرة وشوف الانطلاقة، وده كان سيسوكو، لكن بلال يا ولد حطها كويس، وهنا التمريرة والهدف الثاني. وخالد عوض هذا الثلاثي يلعب تحت رأس الحربة، المتقدم والوحيد أحمد شريف، كرة مقطوعة لمنتخبنا من الناحية اليسرى، حاول التقدم يوسف، يلعب الكرة العرضية يوسف حسن، وبضربة رأس في منتهى الروعة والجمال يحسن التصرف، وفي الدقيقة 47 نجح في التسجيل ليوقع هذا اللاعب على هدف التأكد على التفوق وهدف أحقية منتخبنا في الصعود والوصول إلى نصف النهائي. هنا أمامنا اللاعب اللي تحرك أحمد نادر حواش، الله يا أحمد يا نادر يا حواش، يمر هرب من رقابة اللاعب الطاجيكي خسرو تاهيروف، ويلعب الكرة العرضية بالمقاس وضربة رأس على يسار حارس المرمى سحراب خوجة، يوقع على هدف ثالث وهو الهدف الرابع له في البطولة يوسف حسن.